لا هذه قرح بالغ ليش ما اسبرها؟ صباح الخير. بارك الله بالعافيه. كيف حالك؟ الله يسلمك. اسمعني رحم الله والدك. الشيخ تصلح لي هذا جهاز الانذار. شوف هذا للقنبله. جهاز انذار الجزمه؟ ايوه جهاز انذار الجزمه. هذه قلت في الرابع من نشتريها، ثلاث سرقون عليها، ثلاث. الاول سنا بيت العريس سرقوها. الثاني سنا نعزي بيت الموت سرقوها. الثالثة دخلنا بيت الله نصلي، قلت امان الله، بيت الله. سرقوها، ما سلمنا هكذا الا قلت سرقوها. اشيك تصلح دحين انا نخفي. بيني وبينك والله انها شفشف. عرفنا فكرة ما يقدر. اسمع. سرقوا سيارة. اها رضي الله عنك. الشيك اول ما يسرقوها تصيح يا غار تغيروا عليا وانا احملك فز. يا مالك رضي الله عنك. بس يرفع لك لفة كذا ساعتين. ساعة. خلى ساعتين. ساعتين بس مخفي. ما عليك بقى. رضي الله عنك. الله يطريك. مبروك ما على ما قد مكتوب في الورق والله نحن نعيش في نعيم امامنا رضا الفقر برجنا يا جماعه أكيد. مبروك الله يفتح عليك يا عقل وينور قلبك ايوه هذا دعم باهر مبروكين ايش وقت الحباب فالحين ده جاي حببني لحمد الله حبينا حبك قلت لك سنه مبور بغير حباب هذا كلام باهر يا عقل اها يعني قريتوا؟ قريتوا نعم تأكدتوا؟ تأكدنا طمنتوا؟ طمنا عشان تعرفوا بس ما بنقوم به من اجلكم عاد باقي عندي شيء؟ ايوه يا عاقل بس يعني يا جماعه كنت ايش اسال سؤال ليش احنا حارتنا الذي جاء لها التعب من بنته الحاره كلها يعني مشي غريب شويه مالك كلي احنا واحمد الله قلبت من صوتي لامها الله جمالك يا ربي جمالك هذا دح قال لك ليك امانه انك خفيف عقل انا من راس وانت مقفل والله ما انت فاهم حاجه مثل ما قلت عموما يا جماعه مبروك مبروك هذا رزق جالنا والرزق يشتي حرص صح هذا الموضوع يجلس بيننا اكيد وقد انتهى الوجهه اذا خرج هذا الموضوع بين الناس مع ثرنا لو قد الجن والانس اتوالفوا له داخل الحاره وبعدها هجرات شرعيه وغير شرعيه وندخل في مشاكل. خلوا الموضوع بيننا واحنا قد احنا في كل مرحله نكون نجتمع ونشوف ما هو اللي احسن ونتخذ القرار جماعه. تمينا؟ تمينا بس وانا قبل ما اقرا هالي انت ما تصير تقرا ما؟ شيش قرايه؟ اعرف دعم بس. شكري قوم الرجال صاحب الخش وزع فلوس من الصبح اسالك بالله والله قوم انا قبلك بالدور انا قبلك هاي طابور كل واحد يجي له نصيبه ولا تشكع عقيل هذا هم استلموا قدامنا السلام عليكم السلام عليكم يا سد يا شوقي وشكري شكري وشوقي شي السلام عليكم حياك الله استاذ محتاجين فلوس يا اخي زي الجماعه اللي بيدور عنك احنا منقزهم انا بصرت الاول انه اللي كانوا معنا كان بيضغطوا على هذول الزرارات تقول يقول لك دخل بطاقه معك طاقه انت مين فين معنا بطاقه يلا بعرفك انا يا سلام 16 عروسه انا بين الدوله انا وياها في هذا المطبخ
بحسبالك ولا عاد اوريك لو ما جهزت والله ما اوريك حرام عليك لا مذبوحه طيب والله لك طيب حمو ها خلي حقك يا حمود ومفعيش هيا لو كان صدقتك يا اخي وما سبنا الاجتماع حق العاقل كان قسموا الورق واحنا ما ابد حد اي والله ما كنا انا اعرف ما لنا وما علينا ما شاء الله عليك يا اخي طبعا انت الكبير ولك تجارب في الحياه والمثل بيقول اكبر منك بيوم اعلى منك بسنه رحم الله الوالد الله يرحمه والله لو كان جد دعمه موجود لا كان ارتاح وانبسط كان يهمنا هم يا اخي خليها عرض الله يرحمه فالحين البركه فيك انت ابونا وانت اخونا وعاقلنا ولدي شو تعمل اعمله انت تدخل بشر المراحقك وانا عاد اصير ابشر المراحق وين وينك لدى الحين؟ جاي جاي ما قلت بتشوفك بالثلاجة فاضية؟ أنا داري بمجابرة حكش الثلاجة فاضية وأنا أقدر أعمل الخخ من حنجين بيت أهلي ونشيت موت ناجوع وأنا أقول لك ليش هي ظروف حرم عليش الآن ليش بنحكش من الطعم هذا؟ الطعم هذا هو الذي يحل مشاكلنا كلها كيف يعني؟ يعني لو ما يوصل الطعم إحنا غير اثنين في البيت أنا أكل ونشرب والله لا ترجعي زي ما جيتين بيت أهلش مرتين ما عاد شيء أنت بس عليش حاجة واحدة أنت غير تكتبي لي ورقة بالطلبات حكش كلها اكتبي لي من عند الملح لعند البقرة وأنا أنزل السوق أسأل وأخذ عروض أسعار وأسأل بكم هذا بكم هذا أول ما يوصل الطعم يوصل أنا جاهز ما عاد عندي سلامتك بس عندي سؤال صغير اسألوا الدعم هذا عيساوي بين الناس كلهم كيف يعني؟ يعني عيساوي بين المرتاح وبين النحيف إيه والله والله ما أنت ذكرتني هذه الحاجة الوحيدة التي أنا ما سألتش العقل فيها هذه جزمتك صلح الطاولة معك جاهز ما هو جاهز ميدا على ما هي أنا قلت لك كلم معها ما والله نفع الجهدي بس إنك دي قديم ما عاد صلح مان ما هو قديم والله ما قلت له الله 15 سنة مالك 15 سنة زد قضي بها 15 سنة أنا إذا كم سنة قلت كم سنة سوي سلام جزمة حكي جاهز لك 100 جاهز أحلى أنا الجمعة كم عندي ليش ما فهمت انا والله غير جلد جديد ومع السلامه شكرا لك يا منعه شكرا يا ناس يا اهل الخير منعه افعل خير يا خبره لو سمحتوا فعلوا معي خير يا منعه اننا نفعل فيك خير احنا تعال فينا انت خير انا افعل معك خير اللي بفعل معه خير هلا والله حياك الله قوم قوم ما هو الصالة الاجتماع مفتوحة؟ ايوه مفتوحة هسه لازم نجتمع علشان نفعل خير مع الاخ مسكين ناقش قضية السواق قال لا عاد ما قال السواق عاد ما قال شاف ما قال السواق اسألك بالله دي وقوه بين خير بنتي مريضة وشي لها دم اشتي دم اشتي دم اسحب له اسحب له اسحب له مني انا اسحب له مني انا اشتي دم شعر ما ينفعش دم ما انا شعر حفظ الله قوته الا بالله كلك ايش تدق طول وعريض ومرتاح واشتي مننا احنا دم ليش ما تقولها انت انا بين اسوم وقالوا ما بيش فيني دم كلك ما بيش دم يسوم يسوم ما بينش دم واحنا مبين انا صليت حارق لو سمحتوا كيف لو سمحتوا لو سمحت انت يا اخي الله يرضى عليك احنا لا قد اصطبحنا ولا قد تغطينا جاوعين ما بيش معنا عمل لو انتوا على الصبوح والاكاء اغضوانتي لكم اكاء وشر وفلوس أكلنا أنت وكل ما دام بيني أكل اسمع شو أقول لك معك بنقدم بكله بنقدم سكت الله 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 يا أخي